هناخد مع بعض عضلات الميديال والكرينيال واللاتيرال ساي مع بعض. ده كده انا عند على الميديال، ده مكان مفصل الرجل عن بقيه الجسم، ميبقاش فينا سكن خالص، لكن لما اقلب العينه كده في السكن بره اهو، يبقى ده اللاترال كده لاترال، اما انا كده ميديال. ده الكرينيال، بعرف الكرينيال من الكودل من على من الحافه، من الاتجاه بتاع الحافه، يعني انا كده اي حاجه كرينيال هقولها كده ناحيه الحافه من قدام، اي حاجه كودل تبقى من ناحيه الخلف. ببدا اعمل فيكشن للسكن في المنطقه دي كده عشان ابين معايا العضلات. ناخد عندي عضلات الميديال، عضلات الميديال بتبقى مترتبه معايا في ثلاث طبقات. اول طبقه بشوف فيها عضلتين، العضله الطويله دي الرفيعه الطويله دي، دي بقول عليها السارتوريوس ماسل، ماسل سارتوريوس، سارتوريوس ماسل. العضله دي هتاخد الاورجن بتاعها من تندون بتاع عضله موجوده فوق من ضمن عضلات السب لمبر ماسل، هنقولهم عشان نبقى نتكلم، يعني لما اذكر حاجه تبقى معروفه. عندي اول عضله فيهم الرفيعه دي بقول عليها سواس مينور، سواس مينور ماسل، سواس مينور ماسل، دي سواس ميجور، سواس ميجور، يبقى سواس مينور، سواس ميجور، وتالت عضله فيهم هي دي اللي هي الياقس. يبقى هما ثلاثه سواس مينور، سواس ميجور، ودي الياقس. نرجع بقى تاني لكلامنا، قلنا اول طبقه من ضمن عضلات الميديال، اول عضله اللي هي السارتوريوس ماسل، السارتوريوس ماسل جنبها عضله تبقى عريضه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، دي الجراسيلز ماسل، جراسيلز ماسل. ببدا اعمل ريفليكشن، بقطع الجراسيلز من عند الاورجن بتاعها كده واعمل لها ريفليكشن عشان اشوف عضلات اللي موجوده في الطبقه الثانيه. اول عضله تبقى اهي عضله مثلثه صغيره اهي، تاخد الاورجن بتاعها عند البكتن بتاع البيبس، بكتينياس ماسل، بكتينياس ماسل، بكتينياس ماسل، يبقى دي البكتينياس ماسل. اللي جنبها عضلة اسمها الادكتور ماسل، الادكتور ماسل، يبقى بكتينياس الادكتور، الادكتور. بعد كده في عندي العضلة دي اللي هي سيمي ممبرينوزس، سيمي ممبرينوزس ماسل، سيمي ممبرينوزس ماسل، كل دي كده سيمي ممبرينوزس ماسل. اما الجزء من العضله اللي باين جنبها ده جزء من عضله اسمها السيمي تندنوزس، هنشوفها من ضمن عضلات اللاترال، يبقى دي جزء من السيمي تندنوزس معظمها بيبان من ناحيه اللاترال. اما اللي باينه معايا كبيره دي السيمي ممبرينوزس، السيمي ممبرينوزس. طيب الطبقه الثالثه ببدا اعمل ريفليكشن فيه او بقطع البكتينياس والادكتور كده من فوق من عند الاورجن بتاعهم عشان اشوف عضلات هشوفها في الطبقه الثالثه. عندي عضله تبقى وعضلتين عاملين شبه السبعه كده، واحده جايه اهي من الكرينيال، واحده اهي فوق ده اهي، دي بقول عليها اليوسوس، بقول عليها اليوسوس، دي اليوسوس مصر. اما دي بقول عليها كوادريتاس فيموريز مصر، كوادريتاس فيموريز مصر. يبقى ده الشكل بتاع السبعه اهو، ادي ضلع وادي الضلع الثاني، دي اليوسوس، الاليوسوس مصر اللي هي دي. اما الثانيه دي كوادريتاس فيموريس، كوادريتاس فيموريس، عاملين شبه السبعه اهو. بيقفل المثلث ده من فوق عضله اللي هي الاوبتيوريتور اكسترنس، اوبتيوريتور اكسترنس، اوبتيوريتور اكسترنس. المفروض هيقفلها او هيقابلها من جوه من ناحيه الكافيتي من جوه اللي هي الاوبتيوريتور انترنس، اوبتيوريتور ايه؟ انترنس، اللي هما بيغطوا الاوبتيوريتور فورامين اللي هو ده، ده انا بعدي منه الفورسبس ده الاوبتيوريتور ايه؟ اوبتيوريتور فورامين. يبقى تاني من السبعه اهيت اليوسوس، كوادريتاس فيموريس، اوبتيوريتور اكسترنس، ومن جوه اوبتيوريتور انترنس. دي عضلات الميديال، عضلات الميديال. هشوف معايا هنا من ضمن عضلات الكرينيال او عضلات الكرينيال ساي، في عندي العضله دي اللي هي طبعا كل الاربع عضلات اللي هقولهم دلوقتي كلهم تحت مسمى الكوادريسبس فيموريز ماسل، كوادريسبس فيموريز ماسل، دي اللي هي الريكتس فيموريز ماسل، اول واحده فيهم ريكتس فيموريز ماسل.
بعد كده عندي 3 فاستس. انا دلوقتي على الميديال، يبقى دي فاستس ميديالس. الفاستس ميديالس، فاستس لاتراليس هشوفه على اللاترال، فاستس انترميدياس بعمل شباك كده اهو، يا اما في الفاستس ميدياليس يا اما في الفاستس لاتراليس بعمل فيه شباك، ابدا اشوف اللي هي في النص اللي هي الفاستس انترميدياس. تمام. اخر حاجه هقولها، عندي حاجه اسمها الفيمورال كانال. فيمورال كانال دي مهمه، تبقى موجوده عندي اهي، في عندي فراغ او في جروف اهو موجود ما بين السارتوريوس والجراسيلز والبيكتينيوس زي ما احنا شايفين اهو الفراغ ده، بشوف فيه بيمر فيها او يمشي فيها اربع ستراكشرز، اربع حاجات بيبقوا موجودين جوه الفيمورال كانال دي. ايه هما؟ في عندي ارتري وفين ونيرف ولمفينود. شوف فيها ايه؟ لمفينود ارتري فين نيرف. اللمفينود اللي هي دي بقول عليها ديب انجواينال لمفينود، الديب انجواينال لمفينود. الارتري اسمه فيمورال ارتري، فيمورال ارتري. طبعا عارفين ان الارتري اللومن بتاعه بيبقى الاستيك، فيه الاستيستي سوري الوول بتاعه بيبقى سك وفي الاستيستي، يعني بيجي معايا كده، واللومن بتاعه بيبقى ضيق، اللومن بتاعه بيبقى ضيق. عكس مين؟ عكس الفين. الفين اهو اللي هو اسمه الفيمورال فين، اسمه ايه؟ الفيمورال فين. وانا هطلعهم لك الاثنين على الفورسبس واقول لك الفرق. ده الفيمورال ارتري، اللومن بتاعه بيبقى نارو يعني ضيق، والوول بتاعه سك ويلاستيك. اما الفين بيبقى الوول بتاعه سن رقيق جدا، واللومن بتاعه وايد واسع. تمام. يبقى ده الفيمورال ارتري، اما ده الفيمورال فين، ودي الديب انجوينال لينف نود. ناقص لي اللي هو النيرف، اسمه ايه النيرف اللي بيبقى ماشي هنا معايا في الفيمورال كانال؟ اللي هو السافينوس نيرف. اسمه ايه؟ السافينوس نيرف، السافينوس نيرف، السافينوس نيرف. تمام. دول الاربع حاجات اللي بيمشوا في الفيمورال كانال.